أول ترند معانا النهاردة بقى هو خبر غريب جدا شغل الناس في كل العالم تقريبا، والحقيقة مش بس الخبر الغريب لكن كمان ممكن نقول عليه مجنون، في حاجة كده مش طبيعية. بصوا بقى يا جماعة، في واحدة اسمها بروكارد عندها 38 سنة، الست دي بقى بتشتغل مغنية وكاتبة أغاني في إنجلترا. قالت إنها بتحب مين؟ بتحب شبح. أو والله العظيم زي ما بقول لكم كده، قالت إنها بتحب شبح، وإن الشبح ده عايش معها في بيتها، والشبح ده اسمه أدوارد وهو كان جندي بريطاني في العصر الفيكتوري، وإن الشبح ده بيظهر ليها في السنة أو ظهر ليها السنة اللي فاتت وابتدوا يحبوا بعض. طيب الموضوع وقف عند هنا؟ لا خالص، دول كمان قرروا انهم يتجوزوا. بالمناسبه الكلام ده نشرته مجله مترو البريطانيه وهي واحده من اكبر المجلات الانجليزيه. المهم ان اخت بروكارد قالت كمان ان حاليا هي يعني بتتخانق كتير قوي مع حبيبها الشبح ده حوالين ميعاد الفرح، وقالت انه عايز الفرح يكون في الصيف لكن الشبح بيكره الحر وهي بروكارد عايزاه في الشتاء. بتقول كمان انه من كتر كرهه للحر بيختفي عنها كتير جدا في الصيف، وقالت برضو انهم ما وصلوش لاي اتفاق لحد دلوقتي. المهم بقى انها لما اتسالت هم بيتواصلوا ازاي مع بعض او بيتكلموا ازاي، قالت ان الشبح حبيبها ده بيبعت لها رسائل في الحمام من خلال بخار الميه على المرايه، وقالت كمان ان الموضوع بقى صعب جدا نفسيا عليها، وخصوصا انها راحت لاكتر من كنيسه عشان يجوزوها من حبيبها، بس كل الكنائس يعني طبيعي رفضوا، مش بس كده في كنائس طردتها منها. بصراحه يعني معاهم حق، والله واحده رايحه تقول لهم جوزوني من شبح، تفتكروا المفروض يعملوا معاها ايه؟ المهم بقى نيجي لاهم فقره في الفرح وهي المعازيم، وبما ان الست هتتجوز من شبح فقررت انها تعزم ناس ماتوا من زمان زي الفيس بريسلي، مارلين مونرو، ويليام شكسبير، وحاجه كده يعني على مستوى الحدث. واحدة تتجوز شبح عايزين منها تعزم مين؟ يبقى اكيد هيجيب اصحابه الاشباح. المهم بقى ان الست بروكارد دي قالت ان الشبح ده اتقدم للجواز منها في نوفمبر اللي فات، وقالت انها صحيت من النوم فجأة كده في يوم لقت خاتم من الالماس على مخدتها فوافقت على طول على طلب الجواز.